إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا سلام من الرحمن في كل ساعة وروح وريحان وفضل وأنعموا على الصحب والإخوان والولد والأولى دعوهم بإحسان فجادوا وأنعموا وسائر من للسنة المحضة اقتفى وما زاغ عنها فهو حقا مقدم أولئك أتباع النبي وحزبه ولولاهم ما كان في الأرض مسلم ولولاهم كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم ولولاهم كانت ظلاما بأهلها ولكن هم فيها بدور وأنجم أولئك أصحابي فحي هلا بهم وحي هلا بالطيبين وأنعموا لكل امرئ منهم سلام يخصه يبلغه الأدنى إليه وينعم فيا محسنا بلغ سلامي وقل لهم محبكم يدعو لكم ويسلم ويا لائمي في حبهم وولائهم تأمل هداك الله من هو ألوم بأي دليل أم بأية حجة ترى حبهم عارا علي وتنقم وما العار إلا بغضهم واجتنابهم وحب عداهم ذاك عار ومأثم أما والذي شق القلوب وأودع المحبة فيها حيث لا تتصرم وحملها قلب المحب وإنه ليضعف عن حمل القميص ويألم وذللها حتى استكانت لصولة المحبة لا تلوى ولا تتلعثم وذلل فيها أنفسا دون ذلها حياض المنايا فوقها وهي حوم لأنتم على قرب الديار وبعدها أحبتنا إن غبتم أو حضرتم سلون سمات الريح كم قد تحملت محبة صب شوقه ليس يكتم وشاهد هذا أنها في هبوبها تكاد تبث الوجد لو تتكلم وكنت إذا ما اشتد بالشوق والجوى وكادت عرى الصبر الجميل تفصم أعلل نفسي بالتلاقي وقربه وأوهمها لكنها تتوهم وأتبع طرفي وجهة أنتم بها فلي بحماها مربع ومخيم وأذكر بيتا قاله بعض من خلا وقد ضل عنه صبره فهو مغرم أسائل عنكم كل غاد ورائح وأومي إلى أوطانكم وأسلم وكم يصبر المشتاق عمن يحبه وفي قلبه نار الأسى تتضرم.